ازيكم النهارده عاملين ايه في حلقه جديده من ايم جيمز؟ هديل كتير ما بنزلش فيديوهات. اخر فيديو نزلته كان عن كنت بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. ما دلوقتي معايا لعبه بيتش باجي ريسنج، لعبه حلوه انا جربتها، كان واحد صاحبي كان بيلعبها، حبيت اللعبه خالص. انا بحب العاب السباقات مهكره، لعبه حلوه. ما تنسناش باللايك والاشتراك وكومنت. ندخل بقى في طريقه التحميل. هتدخل على الرابط في الوصف، في رابط في الوصف تحميل، وفي تحميل مباشر. تحميل مباشر بيدوس لك داونلود وبيقول لك جاهز للتنزيل، لكن التحميل ده عادي بتنتظر 7 ثواني وبعد كده ايه بتدوس داونلود. انا محملها قبل كده. لعبة يعني اللعبة كان في واحد بعت لي تحميل لعبة تحميل لعبة مين؟ انجري بيردس حاجة كده، ترانسفورم. انا حاولت اجيب اللعبة، جبتها بس طلعت انها مش مهكرة، مش عارف ازاي مع ان محملها انها تكون مهكرة. انا معرفتش هكرها، بس هقدر زي ما قلت لكم على كلاش اوف كلانس ونزلت كلاش اوف كلانس. اللي عاوز كلاش اوف كلانس هتلاقيه في التعليق في الوصف. ماشي، لعبة فتحت معانا، موسيقى حلوة بس انا هوطيها، ممكن تكون مش عاجباك وعادي. ندخل نلعب دور. انا هوريكم اللعبة مهكرة في ايه. عندك الفلوس، شايف دي علامة اللانهاية، يعني لو في الرياضة في اي حاجة دي علامة اللانهاية. عندك الفلوس دي مش بتقل ولا بتزيد، هي ثابتة. دول ممكن بيزيد بس عمرهم ما يخلصوا، ده اكتر عدد موجود. انا لعبت اللعبة قبل كده، يعني انا لعبت وفتحت ادوار. هي اللعبة انك ايه، بص العربيات فتحها لك كلها حتى بالابديت بتاعتها، الابديت كله والالوان الالوان وايه تاني، هي تقريبا الالوان بس، الالوان والاشكال اللي بتحط عليها. تعال نجرب عربية سريعا كده عشان الفيديو ما يطلعش طويل. انا في عربيات انا مجربتهاش. ناخد دي، هي دي يعني اخر عربية في الحاجات. نوط الصوت شوية، مش اشكال عادي. عندك كل الشخصيات مفتوحة، حتى انت هتضطر ان انت تلعب دور عشان ايه يقول انها مفتوحة، لكن هي كده كده مفتوحة. انا احب اخد بتاع البيتش ده. راح فين اهو بيتش برو. يلا بص، على فكرة دول انا الفاتحهم، هو هيبتدي معاك من الصفر عادي، اللي هو ايه ان الدور الاول وتلعب. انا اللي معاها السكروت. نلعب دور حلو كده، نلعب الدور الاول عشان ايه نعدي بسرعة. اهو المانكي ده انت بتزوده بعدد الالماس، بعدد الالماس. مش قلت لكم حاسس ان انا هخسر؟ يلا اقول الاول. انا هنزل جزء تاني من الماب، ماب البحث عن الزر. بس هو الماب تقريبا حصل فيه جليتش او حاجه، فايه الحاجات الزراير اماكنها باظت، فبيت موجوده في حته تانيه خالص. يلا بره، انا الاول. ثانيه بس نعدل الموبايل. بكره كده ايه ده. ايوه يلا مع السلامه. اسرع طريقه ان انت تحوشهم من قدام. اللعبه بالنسبه لي انا لعبه روعه. اللعبه دي نزلت 16/9/2014، اشتهرت جدا في الاوقات الاخيره من السنه دي. حتى كنت كل ما ادخل جوجل بلاي الاقيها، فاشتهرت قوي السنه دي. اللعبه اول ما شفتها قلت ايه لعبه وحشه، مش هحملها، اصل انا ما بحبش احمل او اعمل اي حاجه غير ما اخد قرار فيها. اللي طلع ده، تعالى. فاكرني ايه عيل اهبل. وانت يلا هوب اللي قدام ده، روعه في التنشين، روعه. الاول ورانا نخلص. يا رب حد يجي. يلا خد ده. ليه كده؟ تعال الاول بس. يس. هي اللعبه شغاله وما فيهاش اي جليتشات، مع ان انا اندرويد 4.2 وهو المفروض اندرويد 1. اندرويد 4.1 ولا ايه؟ كده خلاص حياتي النهارده. ما تنساش اشتراك، لايك، كومنت. سلام.